أسعد الله أوقاتكم كل خير. اليوم زيارتنا إلى السوق المركزي في لوبليانا. السوق المركزي في لوبليانا يقع في وسط المدينة، وبالتحديد في المنطقة ما بين الجسر الثلاثي وجسر التنين. اللي حيزور السوق بالسيارة فيه مواقف مدفوعة تبعد عن السوق 400 متر، والناس اللي حتستخدم النقل العام فيه محطة للباصات تبعد عن السوق 300 متر. ومن الأماكن السياحية القريبة من السوق قلعة لوبليانا والجسر الثلاثي. خلينا ناخذ بعض المعلومات الهامة عن السوق قبل أن نبدأ الزيارة. طبعا هو عبارة عن سوق شعبي كشكات في الشارع، ما فيه أي تكلفة لزيارة السوق. المدة التقريبية للزيارة من ساعة إلى ساعتين، ومن الأنشطة اللي الواحد ممكن يسويها أنه يتجول في السوق، بالإضافة إلى تناول الطعام في بعض المطاعم والمقاهي. هنا نشوف جانب من الكشكات والمحلات الموجودة. منطقة الكشكات هذه لبعض المزارعين يجون يبيعون مأكولات وبعض المنتجات والمصنوعات المنزلية. طبعا هم ما يجون إلا في الويكند نهاية الأسبوع. وفيه برضو فود ماركت، سوق للأكل، يكون موجود عند الكشكات هذه في يوم الجمعة من كل أسبوع. فالواحد لو صادف زيارته للمنطقة هذه ويكند يكون أفضل. كذا نكون انتهينا من زيارة السوق المركزي في لوبليانا. سوق لطيف، أنصح الجميع بزيارته. أحسن أنه الواحد يجي صباح بدري، ويفضل أنه تكون الزيارة في الويكند أو يوم الجمعة. في أمان الله.